الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الحق في التنمية، لذلك حرصت مصر على أن يواكب إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة تحول جذري في فلسفة منظومة الأمان الاجتماعي يحقق العدالة ويعزز أمن الإنسان. تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، التنمية حق للجميع، مصر المسيرة والمسار، يرصد هذا التحول وأهم نتائجه. فوجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد، ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، وتوسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة، فطبقت بنجاح برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً وخاصة النساء، ورشدت مصر منظومتها لدعم السلع التموينية الأساسية، وطورت آلياتها للاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعكفت كذلك على تطوير نظام التأمين الصحي ليغطي عدداً أكبر من المواطنين، وسنت قانوناً جديداً للتأمينات الاجتماعية يضمن معاشات عادلة للمستحقين ويشمل العمالة غير المنتظمة. وفي ضوء الزيادة السكانية يصبح توفير الموارد الكافية لسد احتياجات الفئات المستحقة وتوسيع نطاق التغطية تحدياً، ولكن مصر إذ تواصل مسيرتها للإصلاح الاقتصادي تسعى لتعزيز مبادراتها للحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التوسع في ربط برامج الحماية الاجتماعية بتمكين المواطنين مادياً وصحياً، وخاصة البرامج التي تركز على التأهيل للانخراط في سوق العمل حتى يعيش كل المصريين حياة كريمة هم أهل لها، وسعياً لكفالة الحق في التنمية لكل المصريين دون تمييز.